كما عاهدنا ووعدنا أهلنا في محافظة الأنبار على تقديم كل الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة الضرورية. زيارتنا هذا اليوم إلى منطقة العنقور والمجر للإعلان عن بدء مشروع إيصال الماء إلى هذه المناطق. عدد المستفيدين من هذا المشروع 12,000 نسمة. المشروع به عدة تفاصيل، منها إنشاء مد أنبوب ناقل رئيسي وثانوي، وتأهيل مجمعات الماء، محطات التصفية، إنشاء خزانات للماء، وإنشاء مختبرات خاصة لهذا المشروع، وتجهيز آليات تخصصية إلى هذا المشروع. مدة المشروع إن شاء الله سيكون أقل من الوقت القياسي المقرر إليه. مصدر الماء لهذا المشروع من مدينة الفلوجة، يعني مشاريع مستقبلية. هذه الزيارة الثانية منذ استلامنا إلى مهام محافظة الأنبار. زيارتنا تضمنت تشخيص المشاكل والاحتياجات في الفترة السابقة، والآن يعني أول تلبية لها هو إطلاق مشروع نقل الماء. إخوانكم في محافظة الأنبار جادين وسباقين وتواقين إلى تقديم أفضل الخدمات إلى هذه المناطق. الأخوة في مجلس النواب، السيد النائب هيبة الحلبوسي والنائب الدكتور أزهار والسيدة الدكتورة أنمار عضو مجلس محافظة، لهم كل الدعم ومشكورين شكرا يعني تام وموصول لهم في دعمهم ومتابعتهم إلى هذه المشاريع التي تقدم خدمة إلى هذه المناطق. أملنا وعهدنا كبير بالإخوان الكادر المحافظة والجهة المنفذة في إتمام المشروع ضمن الوقت القياسي وأقل من الوقت القياسي وبمواصفات عالية. اليوم حضرنا برفقة الأخ سيد محافظ الأنبار وزميلتي وأختي دكتورة أزهار وست أنمار إلى منطقة العنقور. هذه المنطقة عانت الكثير في الفترات السابقة بسبب كونها منطقة نائية بعيدة عن مراكز الأقضية والنواحي، والخدمة تكون بها يعني قليلة جدا بالنسبة للتخصيصات الموجودة في تنمية الأقاليم. وعدنا أهلنا في منطقة العنقور والمجر، وتم النقاش مع الأخ سيد المحافظ والأخوة في الحكومة المحلية من قبلنا أنا ودكتور أزهار لغرض الشروع بإنجاز مشروع الماء. تعتبر اليوم الماء هو عصب الحياة، وعدم توفير الماء الصالح للشرب لهذه المنطقة ولأهالي هذه المنطقة يسبب إلى رحيل الناس من هذه المنطقة. هذا الموضوع كان من صلب اهتمامنا نحن والحكومة المحلية من أجل إيصال الماء الصالح للشرب، والحمد لله اليوم نعلن عن ابتداء هذا المشروع من قبل المهندس المقيم ومن قبل الشركة المنفذة بإيصال الماء الصالح للشرب من قضاء الفلوجة إلى مدينة العنقور والمجر. مصدر هذا القضاء كما ذكر الأخ السيد المحافظ هو من الفلوجة من نهر الفرات. سيتم وضع محطات لتصفية وتحلية الماء في منطقة العنقور وتزويده بمواد الكلور والأمور الأخرى المعنية في الماء لغرض إيصال الماء إلى هذه المنطقة وبيوت هذه المنطقة. نعم، هاي موضوع الأول. الموضوع الثاني موضوع الكهرباء. هذه المنطقة تعاني من أمرين مهمين هو الماء والكهرباء. الكهرباء اتصلنا بالأخ السيد الوزير وذهبنا أنا وزميلتي دكتورة أزهار وحصلنا موافقة لإنشاء محطة في العنقور والمجر بسعة 16 ميجا. سيتم المحطة جاهزة حاليا موجودة في مخازن الفلوجة، والخط يحتاج، لأن الخط هذا قديم من سنة السبعينات، يعني يحتاج إلى خط جديد، وحصلنا موافقة لإنشاء خط جديد. ستقوم شركة النقل بإيصال هذا الخط، وتقوم شركة توزيع الوسط بإنشاء المحطة، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة ستنتهي المعاناة التي كان يعاني منها المنطقة من الماء والكهرباء. اليوم هذه المنطقة سبق وإن كانت لها مشاريع خدمية، منها تبليط ومنها أمور أخرى وأمور ترقيعية، ولكن إن شاء الله بهذه المرحلة ستكون هذه المشاريع منجزة من قبل الحكومة المحلية في المحافظة.